السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما أبدأ الفيديو، إيه رأيكم النهاردة لو تعاوننا مع بعض ودخلنا السرور على قلب مسلم؟ قناة أنتي أنثى مع وصفات سارة فضلها حاجة بسيطة جدا وتتم 100,000 مشترك. النهاردة بيمثل لها مناسبة خاصة، هتكون مبسوطة جدا لو حققت الرقم ده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلاة والسلام: من أفضل الأعمال إدخال السرور على المؤمن. فياريت اللي لسه ما اشتركش في قناتها يروح يشترك ويفرحها. ربنا يا رب يفرحنا جميعا ويدخل السرور على قلبنا كلنا. هسيب لكم لينك قناتها في صندوق الوصف تحت وكمان في اول كومنت. قناتها مفيدة جدا وهتعجبكم. تعالوا بقى النهاردة نشوف هنعمل ايه يسهل علينا وقفتنا في المطبخ، ويلا نبدأ بسم الله. ومن الحاجات اللي بتسهل جدا وقفتي في المطبخ لو انا عندي تتبيله محطوطه في الفريزر جاهزه على الاستعمال، عشان كده اي يوم بتكون خلصت عندي التتبيله وعايزه مثلا النهارده اعمل تتبيله للحمه او فراخ، فبعمل كميه كبيره وبقدر احتفظ بيها في الفريزر في الاكواب ديت. الاكواب دي الاستعمال مره واحده بس، فبحط على قد الاستعمال بتاعي وبطلعها متلجه. بعد ما تفك على طول بحطها على الحاجة اللي عايزة تتبل، وبكده بكون وفرت وقت وجهد. فدلوقتي انا هعمل كمية كبيرة من التتبيلة، عبارة عن بصل، فلفل اخضر او فلفل حار على حسب الرغبة، عندي نص كوباية من الخل الابيض، عندي كمان طماطم بالعصير بتاعها، اي طماطم عندك تعصريها، عندي فلفل اسمر والسبع بهارات وملح. انا هنا مش مكترة البهارات في التتبيلة بتاعتي عشان لو عايزة ازود بعد كده ممكن ازود بعدين. وعندي معلقة من العسل الاسود او دبس التمر، بيبقى جميل جدا جدا في المشاوي، واللي جربوا الفراخ على طريقتي واللحمة المشوية والحاجات دي يعرفوا فعلا ان هي بتخلي التتبيلة جميلة قوي وبسرعة جدا. هجيب الخلاط واحط فيه الحاجات الجميلة دي. هبتدي احط الاول السوائل عشان اساعد الخلاط بتاعي، فهحط الخل، الطماطم وعصير الطماطم، وابتدي احط البصل بتاعي، بس ممكن اديله تقطيعة كده بسيطة، كله في الخلاط وفي ثانية واحدة اكون مخلصة. ودلوقتي بعد ما بخلص خلاص بجهز الاكواب بتاعتي اللي انا ادخلها على الفريزر. ممكن اعمل برضو كوبايات حجم كبير عشان لو هعمل مرة كمية اكتر. انا بالنسبة لي بستعمل التتبيلة دي في الفراخ واللحمة، ممكن بس في الفراخ اضيف شوية لبن رايب او زبادي ساعات يعني، ممكن بقى ازود اي حاجة زي ما انا حابة. وبكده اكون عملت التتبيلة بتاعتي وسهلت على نفسي وقفتي في المطبخ. هدخلهم على الفريزر، ووقت الاستعمال بطلع الكوباية اللي انا عايزاها من قبلها بالليل وبحطها على اللحوم اللي انا حباها، وبتعمل طعم جميل جدا واقدر ازود عليها اللي انا حباها. اتمنى فكرة النهاردة تكون عجبتكم، واستنوني بافكار تانية كتير تسهل علينا وقفتنا في المطبخ.